خويا هنايا اليوم متواجدين في ابي بكر الصديق، المدير ما لقاناش الحل، ولادنا طالعين للسابعه، قال لك ما لقاش لهم البلاصه، كانوا 40 تلميذ، قال لك صيفط 80 للضحى الحديقه وصيفط 80 لعبد العزيز و40 تلميذ بقاو عنده، قال لك ما لقالهمش الحل، ولكن هز منهم 6 الدراري داهم لعبد العزيز امين، وحنا ولادنا خلاهم نبقاو هنايا. علاش ولادنا يبقاو؟ كلشي يلقى لهم الحل، المشكل ديال المدير ماشي ديالنا حنايا، حنا ولادنا ضايعين دابا، قالوا له التعليم عن بعد، ما عمنا يقراو هاد الدراري، ما عمنا يقراو عن بعد، هادشي اللي بغينا، هذا هو المشكل اللي عندنا. دابا الناس باش هذه ابتدائيه، اي ولادنا قراو في السادس ونجحوا، طالعين للسابعه، طالعين للاعدادي، ما لقاشنا بلاصه في الاعداديه، قال لك هذا عبد العزيز شدات 80 والضحى شدات 80 و40 ما لقاش فين يديرهم. لا 34 6 تهزوا البارح. تهزوا البارح جاو العيالات حيحوا عليه، الامهات ديال التلاميذ حيحوا عليه، هز لهم 6 بلاصه داهم لعبد العزيز. وحنا ولادنا خلنا. ولادنا المصير ديال الابناء ديالكم. ما عرفناش اخويا شنو المصير ديالنا، دابا ولادنا لا يقراو عن بعد، مع من يقراو؟ غنعرفوا من بعد فين جاو. فين جاو؟ فين جاو؟ مع من يقراو؟ واش غيقراو عن بعد؟ عطينا عرس الخيط فهمتي؟ ودابا هو سد عليه وما ما قالش يهضر معنا، قال لك ما نهضرش معاكم، ما نهضرش معاكم، قال لك قالت لي النيابه ما تهضرش معاهم 15 يوم. حنا من 8 واش هذا حق اخويا؟ هذا حق لا والو، هذا ماشي حق. هنا الوجهيات علاش قال لك ما نهضرش معكم من هنا 15 يوم؟ 40 واحد قال لك النيابه تبقاو دابا القرايه عن بعد، مع من غيقراو عن بعد؟ قالت المنصوري ما قبلتها، حنا ما عارفينش شنو مؤسسه اللي غيلحقوا ليها. دابا هذا المشكل ديالو هو اللي خص يحلو، لان ولادنا قراو وقراو مزيان، ولادنا انت تيجيبوا 90 من الاوائل. نهار السبت اثنين ثلاثه لا اربعه، اليوم الخميس عاوتاني ما دار معنا حتى حد. تنجيو من 8 وحنا واقفين هنا، من 8 الصباح وانا هنا، اقسم بالله الفطور شريته من الحانوت، ها هو شتي والله الا ما اش غندير الحل لولدي، وحنا حنا عزمه في وسط المدينه، شتيها شريت فطوري باش ندير الحل لولدي، ما كاينش يدير معنا حل. واش هاد وليداتنا علاش هزيتي 6 منهم؟ يخليهم 40 40 اللي كانوا ياك ما يهزش حتى. علاش علاش تعزل 6 وديهم وحنا ولادنا يبقاو؟ نص عبد العزيز امين والنص داو بقى في الضحى، حديقه الضحى، و40 تلميذ خلاوه هنا حدا رجلي حدا رجلي للمدير. 40 هي هنايا، قال لك انا ما نهضرش معاكم. يلاه التعليم جا عن بعد، ولادنا مع من يقراو؟ انا نعرفوا فين جاو بعدا، عاد نشوفوا واش يقراو عن بعد ولا يقراو عن. دابا شنو الحل اللي كيعطوكم هاد الناس؟ قال لينا مشيت للنيابه، النيابه راه عطيتهم سميتها ليسا مازال ما ولكن غيسد عليا الباب، راه سد راه غدفعت راه سد علينا الباب، نمشيو كما العاده نمشيو عاوتاني تنغدا. قال لك سيرو حنا من تسعود وحنا هنا سيرو، هذا مشكلكم. قال لك مشكلكم واش هذا مشكلنا؟ ما كاين والو، انا مصير الدراري مجهول اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل. قال لك هذا مشكلكم، هذه راه خدمتو ماشي خدمتنا. يديهم كاملين ولا يخليهم كاملين؟ يخليهم كاملين، علاش يهز هذوك السته يديهم ويخلي ولادنا حنا؟ ما كيجيوش حتى هما جايبين نقطه مزيانه، جايبين سبعه كلهم ثمانيه سبعه. ما نقطه مزيانه جايبين سبعه. حتى واحد ما جايب تحت من سته، حتى واحد. غيضيعوهم سبعه. دابا شنو الرساله ديالكم الاخيره؟ بغينا حل ولادنا، بغينا نحل ولادنا، يلتحقوا المدرسه اللي يلتحقوا لها الاصدقاء ديالهم فهمتي؟ يمشيو الحديقه ولا عبد العزيز. حال بحال. المهم يلقنا على الحل وليداتنا ضايعين، ما عمنا يقراو، عيقول لي ما عمنا يقراو عن بعد، عيقراو مع المدير هنايا. شو ماشي حتى شي حل، ما بغاش يهضر معنا، قال لنا ما نهضرش معكم 14 يوم وحشومه هادشي. اللهم انا هذا منكر. علاش تهزوا سته وبقاو انا اللي بقى فيا الحال؟ علاش يشوفوا لنا الحل ولادنا؟ حنا كنطلبوا يشوفوا لنا الحل ولادنا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.